السلام عليكم، أنا الكيميائي ستار الموسوي، مسؤول مختبر بغداد القائم في الإسكان شارع المشجر مجمع الإيثار الطبي. وصاحبي الدكتور ستار جبار راعي. يمتاز مختبرنا بعمل جميع أنواع التحاليل، اللي هي التحاليل الكيمياء، تحاليل الهيماتولوجي، تحاليل الباراسايت، بالإضافة إلى التحاليل المناعية. طبعا الطريقة السابقة اللي كنا نشتغل بها طريقة العلاجة، طبعا طريقة كانت تحتاج جهد وكادر متمرس بالإضافة إلى تركيز عالي على ما تطلع النتيجة بصورة صحيحة. في حال كان الكادر ما متوفر اللي يشتغل على طريقة العلاج راح نواجه صعوبة بالحصول على النتائج اللي ممكن نقدمها للمريض، وبالتالي راح يتأخر العمل في المختبر. طبعا دائما مختبرنا يبحث عن الافضل في تقديم الخدمات للمراجعين ولدقه نتائج عاليه. وفرنا جهاز ابجريا، هذا الجهاز وفر لنا السرعه والدقه العاليه في النتائج واختصر لنا التركيز والجهد السابق المبذول. لذلك انتبهنا انه توجهت انظار كثير من الاطباء على المختبر للحصول على النتائج بصوره دقيقه وسريعه عما كان سابقا، بالاضافه الى المراجعين عما كانوا يعانون من الوقت الطويل للحصول على النتيجة مقارنة بالوقت الحالي الموجود. أو من الفحوصات اللي متوفرة ويقدمها الجهاز هي الفحوصات المناعية بالنسبة للأطباء اللي روماتيز والمفاصل، اللي هي الأنتي سي سي بي إن هاي سنسيتيف، بالإضافة إلى الروماتايتيد فاكتور، بالإضافة إلى التحاليل النسائية اللي هي الأنتي فوسف أنتي كارديو، تحاليل اللي ممكن يحتاجها أطباء الباطنية اللي هي الأنتي سموث الإي إن أي الأي ان اي سكرين الاي ان اي بروفايد. كلها تحاليل ممكن تساعد الطبيب للوصول الى ادقص واسرع طريقه لتشخيص حاله المريض. وفرنا هذا الجهاز من شركة الساعدة الوكيل الحصري لشركة أورجنتيك بالعراق. من مميزات الشركة الصيانة الدورية، كذلك توفير الكتات بصورة سريعة ودقيقة بحيث يوصل الكت بطريقة آمنة للاستخدام المختبري، بالإضافة للتواصل أو التثقيف المستمر للكادر من أجل الحصول على النتائج تخدم الطرفين.